طريقة ممتازة جدا لإخراج جميع سموم الجسم عن طريق القدمين وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. هذه الطريقة في الحقيقة هي إحدى الطرق العلاجية القديمة والتي توصلنا من خلالها إلى نتائج مبهرة والحمد لله. والطريقة يمكن من خلالها معالجة عدد كبير جدا من الأمراض من خلال اليدين والقدمين. والطريقة كالتالي: تأخذ مقدار 4 لتر من الماء، ثم تضيف إليه 5 ملاعق من ملح الطعام، ثم تضيف إليه ملعقة من بذور الخردل، وتضيف إليه كوب من خل التفاح فقط، ثم تقوم بنقع القدمين في هذا الماء. بعد قليل ستلاحظ تغيير طفيف في لون الماء، حيث سيصبح لونه أصفر، ثم بعد ذلك يبدأ يتغير تدريجيا إلى اللون الأسود، وهذا دليل على خروج السموم من جسمك، وستشعر بارتياح من خلال هذه العملية في الجسم كامل وفي القدمين، وستشعر بتغيير ملحوظ جدا وبارتياح كبير من أول أسبوع.